بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد امين. كنا وصلنا مع حضراتكم للاصحاح ال 27. افكر حضراتكم بس ايه اللي حصل في اواخر الاصحاح ال 27. كنا احنا لسه في الرحله ولسه في البحر مع القديس بولس الرسول من ساعه ما طلع من قيصريه، والبحر وصل لكذا محطه في سوريا، في سوري في لبنان الاول صيدا، وبعد كده في تركيا، وبعد كده في البحر دلوقتي، والهيجان بتاع البحر والرياح اللي ضد السفينه، وازاي كانوا البحاره بيحاولوا يربطوا السفينه علشان الالواح الخشبيه حتى ما تتمزعش من السفينه. بقالهم كتير، بقالهم اياما كثيره، حتى الانجيل قال اياما كثيره. وبالعدد بعض الايات قالت لنا لما القديس لو أتكلم وقال في الليلة الرابعة عشر ونحن نحمل تائهين، 14 يوم دول كانوا قاسيين شوية وكانوا صعبين جدا، وابتدوا معاهم ياخد كل رجاء إنهم ينجوا. لكن في نهاية ال 14 يوم البحارة ابتدوا يقيسوا زي ما احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت، يعرفوا ازاي بيقربوا للبر لما يرموا زي ثقل كده ينزل، وطبعا بالحبل بيعرفوا ان الحبل ده عمقه قد ايه. فرموا التقاله دي لقوا انها عملت 20 قامه، واحنا اتفقنا المره اللي فاتت ان القامه دي قامه انسان في المتوسط 160 سنتي، يعني متر و60 سنتي، ده القامه حسب المعايير المتبع بيها. فقالوا 20 قامه، وبعد كده مشوا شويه تاني ورموا التقاله دي لقوا بقت 15 قامه. فلما يكون العمق بيقل بيعرفوا على طول انهم قربوا للشط، أو يعني في شط قريب من المكان ده. أول ما لقوا الكلام ده كان بالليل، فالنوتية اللي هم البحارة راحوا خدوا قارب النجاة، وإحنا اتكلمنا على المرة اللي فاتت على موضوع قارب النجاة ده، وقديس بولس رحقهم لأنهم كانوا عايزين يهربوا، وقال لقائد المئة خلي بالك دول لو ما قعدوش في السفينة محدش هينجا خالص. فقائد المياه ادى الاوردر للجنود، والجنود قطعت الحبل فالمركب وقعت. المركب دي اللي كانت بتستخدم علشان يوصلوا بيها للشاطئ، السفينه كبيره ما تقدرش توصل للشاطئ. السفينه زي ما بقول لحضراتكم كده لما ال 20 قامه دي تبقى 15 قامه تبقى 10 قامات كده، كل ده بيقرب من الشاطئ، ممكن السفينه توصل وتبقى الستيل بعيده عن الشاطئ وتبقى خلاص مش قادره تقرب من الشاطئ اكتر من كده، لان طبعا بتكون دخلت في رمل وكده، فبتقف وبعد كده بينزلوا عن طريق القارب ده لو مش مرسى يعني، وتنزل عن طريق القوارب بقى، والناس يعني تاخد القوارب دي لغايه لما توصل لحد الشاطئ بالظبط. فهنكمل، دي كانت ده كان الاصحاح ال 27، وصلنا لغايه الايه 32. فهنبتدي بنعمه ربنا النهارده 27، الاصحاح 27 بدءا من الايه 33. الآية 33 وال 34 يقول فيها: وحتى قارب أن يصير النهار، لأن احنا كنا في الظلمة لسه النهار ما جاش، وحتى قارب قرب يجي النهار، حتى قارب أن يصير النهار، كان بولس يطلب إلى الجميع أن يتناولوا طعاما قائلا: هذا هو اليوم الرابع عشر وأنتم منتظرون، لا تزالون صائمين ولم تأخذوا شيئا، لذلك ألتمس منكم أن تتناولوا طعاما، لأن هذا يكون مفيدا لنجاتكم، لأنه لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم. شوف الثقة اللي بيتكلم بها، نعمة ربنا. الثقة دي جاية من سبورت أنا عارف، جبتها لكم كده من الكنترول يا جماعة، إن لا تسقط شعرة من رؤوسكم، ثقة بيتكلم فيها. هما كانوا صايمين زي ما قلنا المرة اللي فاتت، مش صيام لربنا، لا. كان صيام اليأس، صيام اليأس، عارفين اللي عنده ديبريشن ويبقى ملوش نفس للطعام، حاجة زي كده. فكانوا صايمين الصوم اليأس، فقدوا كل رجاء في النجاة ليهم، وعلشان كده ما كانش ليهم نفس حتى انهم ياكلوا. فضل القديس بولس وراهم يحاول يقنعهم انهم ياكلوا، ولازم علشان لو جت في فرصة انهم ينجوا لازم يكون فيهم قوة، علشان القوة دي يقدروا يسبحوا لغاية لما يوصلوا للشاطئ. و منهم او فكرهم بالوعد اللي قال لهم عليه، ان ربنا فاكرين لما قال لهم ان الملاك ظهر وقال لهم انهم كلهم هيكونوا سالمين ما عدا السفينه، السفينه هي اللي يعني هتخسر يعني. ففكرهم بنفس الكلام تاني.
محبة حقيقية، محبة عملية. يعني لو فكرت فيها، ودي من الحاجات اللي أنا بحب ودايما أقولها، علشان تقرأ الإنجيل وتستمتع بالإنجيل، لما حد يجي يقول لي أنا يعني مش بنركز في الإنجيل مثلا، بيسرح بيعمل كده، بقول له دايما حط نفسك مكان القصة. عايز تحط نفسك في مكان بولس الرسول، حط نفسك وشوف هتتصرف كده. حط نفسك مكان قائد المئة وشوف هتتصرف كده. حط نفسك مكان الشخص البحار ده وشوف هتتصرف كده. ده will give you بعد to enjoy what you're reading، وتتعلم كمان وتشوف أنا لو كنت مكانه كنت ممكن أعمل إيه. محبة عظيمة طبعا، عمليا في نص الليل سجين، أنا سجين مانيش بطالب إن أنا أعمل الكلام ده كله، عايز أشجع الناس. محبة عملية ومحبة عظيمة كانت من قديس بولس الرسول علشان يروح يعضد الناس ويشجعهم بالمنظر اللي احنا بنقراه ده. بس الحقيقة ما كانتش كده ايه من موقف، ده الحقيقة دي كانت في شخصية القديس بولس الرسول. فاكرين لما جه في تسالونيك الأولى 5:14 يقول ايه؟ شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء. يبقى إذن لما القديس بولس بيتكلم، وخدناها أكتر من مرة، بيتكلم عن اختبار وبيتكلم عن محبة عملية، مش بيعلم وخلاص، مش ايده في المية الباردة يعني بالمعنى الدارج البلدي يعني، لا خالص. ده هو بيعلم، واللي بيعلمه ده متأصل فيه، مقتنع بيه، بدليل ان احنا بنقراه وبنجيبه من رسائل تانية علشان الصورة تكمل، ونشوف القديس بولس الرسول بيعمل ايه وبيقول ايه. آية 35 يقول: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام الجميع وكسر وابتدأ يأكل. لما قال هذا، اللي هو لما قال هذا، تعود على القديس بولس الرسول. القديس بولس شجعهم وابتدى بنفسه، قال لهم وأنا هو أنا هبتدي بنفسي، وكسر الخبز وابتدى جيب أكل وابتدى يأكل قدامه. يعني معناه أنه كان صايم مثلهم، بس صايم مش صوم اليائس، صوم اللي عنده ديبريشن، لا، كان صايم صيام تاني. ده بقى بيصلي لربنا وبيصوم لربنا والكلام ده كله، فكان صيامه مختلف. ممكن نكون احنا الاثنين في مركب واحده، او التو جروبس دول في مركب واحده، ولكن واحد صايم باسلوب والتاني صايم باسلوب تاني. علشان كده هو لما كان صايم، يعني عشان كده هو كمان جاب اكل وابتدى ياكل. جاب أكل وابتدى يأكل، دي برضو علشان اللمة تشجع، لمة الأكل يعني تشجع. عارفين بعض الأهالي لما يحبوا، يعني أغلب الأهالي اللي عندهم أطفال صغيرين بيعانوا أن أطفالهم يأكلوا ويفضلوا وراهم علشان يأكلوهم، ويعني تكون الأمر متعب يعني. لكن الأهالي دي أحياناً يجيبوا عيال تانية مع ابنهم أو بنتهم، فلما تخليهم يأكلوا كلهم، تخليهم ياكلوا. الطفل يمكن لوحده يمكن ما ياكلش، بس اللمه تخليه ياكل. ان جنرال اللمه بتخلي الواحد ايه نفسه تتفتح، سواء صغير او كبير او كده. فحتى دي كمان كانت باسلوب تشجيع، ما قال لهمش انتوا قوموا اكلوا وانا، وكان بس مجرد كلام، لكن جاب الاكل قدامهم وابتدى يشجعهم عشان ياكلوا مع بعض. نلاحظ كمان انه هنا حتى في دي بيتشبه بمعلمه. انتوا لو لاحظتوا الكلام تلاقوه شبه الكلام اللي بنقوله في القداس، اللي قاله السيد المسيح مع التلاميذ في يوم خميس العهد. أخذ خبزا بنقولها في القداس وحصلت في خميس العهد. شكر بنقولها برضه حصلت يوم الخميس وبنقولها في كل قداس. كسر الجميع ابتدى يأكل، يعني برضه بيتشبه بمعلمه حتى في الفعل، حتى في الأكشن، إنه خد الخبز وابتدى يكسر وتقريبا بنفس الكلمات. آية 36 و37 يقول: فصار الجميع مسرورين وأخذوه هم أيضا طعاما، وكنا في السفينة جميع الأنفس 276. الناس بقت مبسوطة فرحان. لاحظتوا الحتة النفسية دي؟ يعني أنا قلت لكم ده صيام من الديبريشن، صيام من الخوف، صيام من خلاص هي دي النهاية، فخلاص أنا هاكل ليه؟ عارفين المفهوم ده؟ عشان كده هنا ما قدروش يأكلوا غير لما قال فصار الجميع مسرورين. الحالة النفسية اتغيرت، فقدرت أن أنا إيه أكل. وأخذوهم أيضا طعام، ابتدى بنفسه وجاب الطعام. اتغيرت نفسيتهم، اتغيرت نفسيتهم طبعا لما سمعوا الوعد. مفيش أجمل من الوعود اللي تديهم الأمل والحياة، لا تسقط شعر من رؤوسكم،
خدوا الأمل، خدوا الحياة، صاروا مسرورين، ابتدوا هم أيضا يأخذوا طعاما، أخذوا هم أيضا طعاما. صار الجميع مسرورين في الأول، وأخذوا هم أيضا طعاما تيجي بعديها. وكنا في السفينة جميع الأنفس 276. دي نعمة ربنا. أنت يمكن كلامك يأثر في واحد في اتنين، إنما يأثر في السفينة كلها 276. نفس ال 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 الكمال ده، ال 100% دي دايما عمل ربنا. انما احنا يعني ممكن بالناحيه النفسيه، بالناحيه المحبه لزميلي في الاوضه اللي جنبي، ما اعرفش ايه، كلمت واحد، كلمت اتنين، كلمت خمسه، كلمت 10. انما النتيجه ال 100% دي طبعا بتبقى بعمل من ربنا. تاثير رجال ربنا دايما كده، يخلوا الناس اللي حواليهم دايما مبسوطين وفرحانين، علشان دي بتكون مدخل علشان يجذبوهم للخلاص ويجذبوهم للإيمان. تأثير رجل الأرلاه دايما في تاريخ الكنيسة، مش في بولس الرسول بس. يعني عندنا قصة إن الأنبا بولا، يعني في قصته بيتقال كده إن ربنا كان بينزل المطر علشان خاطره، النيل بيجري علشان خاطره. ودي نقطة إحنا نبتدي نفكر فيها ونتأمل فيها. إحنا عندنا خير لأن في ناس تانية موجودة بتصلي. في ناس تانية موجودة بتصلي. إحنا عندنا خير، في مطر بينزل علشان كده على العالم كله. نشكر ربنا. في فترات كان في جفاف. في فترات كان بيبقى فيه ثلاث، زي فترة إيليا كده، 3 سنين ما نزلش المطر. فوجود ده موجود دلوقتي حاليا، يعني في 2000 وقتنا ده، الوقت الحالي ده، معناها ان في رجال الله احنا ما نعرفهمش بس موجودين، ليهم علاقه قويه بربنا. وانا فاكر مره احد الاباء لما كان بيتكلم عن دور الرهبنه، وان الدير بيعمل ايه، قال وجود دير في البلد ده صلوات من اجل الناس، وصلوات من اجل كل الناس بقى. يعني مش اقباط بس، اقباط يعني مسيحيين وغير مسيحيين وجنسيات مختلفه وهكذا. فرجال الله في كل مكان لاجلهم الله بيتحنن على باقي الخليقه وباقي المسكون. 38، ولما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينه طارحين الحنطه في البحر. يعني بعد ما الركاب كلهم اكلوا، وبعد ما المساجين كلهم اكلوا كل الاكل وشبعوا، لما شبعوا من الطعام خلاص ابتدوا بقى يخففوا السفينه من الحمول. انتوا عارفين حضراتكم، فهم خففوا اول مره، وبعد كده خففوا عده السفينه لو تفتكروا حضراتكم، كل السبيرز بقى، الحاجات السبير، الشراع الاحتياطي والعرضه بتاعت الشراع والحاجات الثقيله دي كلها، والعده بتاعت السفينه دي كل ده رموه. بس كان لسه في جزء ثاني، فابتدوا بعد ما كلوا خلاص ابتدوا يطرحوا الحنطه في البحر. خلاص عرفوا ان الدنيا مش هتكفي كده كده، السفينه ابتدت من كتر الامواج اللي بتخبط فيها تتفزر من بعض، يعني الالواح الخشبيه تبتدي تتفتح من بعضها وتتكسر يعني. فكده كده لو هم ما رموهاش تبتدي تقف، عشان كده ابتدوا يرموها عشان يخففوا السفينه. ولما يخففوا السفينه، احنا بنتكلم على فكره على مراكب شراعيه، يعني السفينه الخفيفه تتزق اسرع، الهواء يزق اسرع المركب الشراعي فتوصل بأمان للشاطئ. 39، ولما صار النهار لم يكونوا يعرفون الأرض، ولكنهم أبصروا خليجا له شاطئ، فأجمعوا أن يدفعوا إليه السفينة إن أمكنهم. كل ده كان في الضلمة، قصة أنهم لقوا، فاكرين 20 قامة وبعدين كده 15 قامة، وبعد كده البحارة كانوا عايزين يهربوا، وكل ده كان في الضلمة. لكن لما طلع النهار شافوا ان عشان كده احنا بنقرب من العمق، عمال يقل، لان احنا شافوا خليج، زي خليج، والخليج ده له شاطئ. فقالوا خلاص احنا السفينه هنحطها ترسي على الشاطئ ده، بس هم مش عارفين ايه الارض دي بتاعت مين ولا بتاعت ايه. هم طبعا عرفوا بعد كده انها جزيره زي ما هنشوف وهيجي الكلام دلوقتي. فلما نزعوا المراسي تاركين اياها في البحر، وحلوا ربط الدفه ايضا، رفعوا قلعا للريح الهابة وأقبلوا إلى الشاطئ. نزعوا المراسي، لو تفتكروا حضراتكم كانوا نزلوا مراسي من مؤخر السفينة، كانوا نزلوا 4 مراسي، المراسي اللي هي الهلب،
عارفين الهلب الكبير ده بتاع السفينه ده يترمي يتثبت في الارض فالسفينه تفضل في مكانها. رموا اربعه، واتكلمنا المره اللي فاتت انهم رموا اربعه لان الامواج والرياح كانت جامده جدا، عشان كده لموا اربعه من السفينه من خلف السفينه، وده كان صح جدا لان احنا هنشوف ايه اللي حصل بعد كده لو السفينه وقفتها لجمتها من قدام، لو جمتها من قدام بيبقى خطر جدا ورا ممكن هنشوف يعني الكلام جاي. فالمهم كانوا نزلوا علشان برضو حضراتكم تفتكروا كانوا وقفوا في الليل مش عايزين يبعدوا عن الانجاز اللي حققوه ده، انجاز القول يعني انهم لقوا ارض عماله تقرب عماله تقرب عماله تقرب، فقال لك بس احنا نفضل هنا ونحط الهلب ده، فنزلوها من مؤخر السفينه اربع هلب كلبش السفينه، وقف زي الفرامل وقف السفينه خالص لغايه لما النهار يطلع ونشوف ايه الارض دي بقى. فلما النهار طلع وشافوا الجزيره والكلام ده كله فراح قالوا خلاص ما احنا عايزين نتحرك بقى، راحوا قطعوا الهلب ده الاربعه اللي كان مفرمل السفينه دول قطعوها وسابوا المراسي في البحر، ده معنى تاركين اياها في البحر، نزعوا المراسي تاركين اياها من في البحر. حلوا ربط الدفه، الدفه اللي هو عارفين المركب احنا بنتكلم على زمان طبعا يعني بنتكلم على حاجه 2000 سنه. الدفه اي مركب بيبقى ليها مجدفين، عارفين المجدفين بتوع المراكب ده بيبقى كده بالظبط، بس دي بتبقى في الاواخر خالص واحنا بنقرب لايه للشاطئ، فدي بتتشال الدفه دي بتتشال وتتحط في المركب وتتربط في المركب، مش محتاجينها لما يكون العمق كبير مش محتاجينها، لكن لما خلاص السفينه تقرب بقى واحنا محتاجين نقرب للشاطئ محتاجين ان احنا ننزل الدفه دي نفك الرابطه المربوطه دي ونبتدي نجدف بيها علشان نوجه السفينه، عايزين نمشي ازاي، نمشي يمين نمشي شمال، فدي طبعا امور خاصه بالبحاره يعني. فده اللي عملوه، حلوا ربط الدفه اللي كانت مربوطه اللي هي المجدفين، وبعد كده رفعوا الكلوع علشان المركب تتحرك. فاكرين لما مشوا الحموله رموا الحموله علشان رفعوا الكلوع علشان بقى يمشي بالهواء يمشي بالرياح. واذ وقعوا على موضع بين بحرين شطته السفينه 41 فارتكز المقدم ولبث لا يتحرك واما المؤخر فكان ينحل من عنف الامواج، هي دي اللي انا كان قصدي عليها. وقعوا في موضع بين بحرين، بين بحرين انا رجعت لها للماب حتى دلوقتي ولقيتها يعني واضحه واضحه زي الشمس يعني. عارفين حضراتكم زي ما يكون كده ايه، عارفين الماب بتاعت مصر البحر الاحمر وطالع منه زي خليجين كده وبينهم ارض اللي هي سيناء، حاجه زي كده بالظبط كده، بحرين بالنسبه لهم وبينهم ارض بينهم الجزيره دي، بس طبعا الجزيره دي على اصغر يعني. فده اللي حصل بالظبط في الجزيره اللي هيقعدوا عليها كانت هيكتشفوا بعد كده انها جزيره مالطا. فحتى في الماب باينة ان كان في بحرين تجويفين كده وبينهم جزيره، ده اللي هم وقعوا عليه. طبعا ما كانتش واضحه لانهم وقعوا على حته مش ميناء، هم وصلوا الارض وخلاص، هم لقوا نفسهم في الارض زي مثلا كده ايه لما نقول ان اسكندريه ميناء، بس هم ما وقعوش عند اسكندريه، وقعوا مثلا يعني عند الساحل الشمالي مثلا حاجه زي كده يعني، فما وقعوش عند ميناء. فده اللي حصل بالظبط بالنسبه لهم يعني، لقوا خليجين او لقوا بحرين شططوا السفينه فارتكز المقدم. عشان كده بقول لكم اللي حصل ساعه لما عملوا الفرامل دي او رموا المراسي دي لازم تتعمل في نهايه السفينه في مؤخر السفينه. اللي حصل ان لما دخلوا في الرمل ارتكز المقدم، يعني مقدمه السفينه دخلت في الرمل فسبتت فرملت، لكن المؤخر فري، مؤخر السفينه فري، ففضلت الامواج تكسر في مؤخر السفينه وابتدت تنحل الخشب بتاع السفينه، اما المؤخر فكان ينحل يعني ايه؟ يعني الخشب بيتفتت من بعضه، الالواح الخشبيه ابتدت تتفتت من بعضها لانك انت كانك ايه؟ ماسك السفينه من قدام وعمال تضرب بالامواج يعني في مؤخر السفينه. ده بالظبط الايه دي شرحها كده او المقصود بها كده. ايه 42 فكان راي العسكر ان يقتلوا الاسرى لئلا يسبح احد منهم فيهرب. السفينة عليها مساجين، عليها أسرى. وزي ما درسنا قبل كده مش عارف حضراتكم تفتكروا ولا لأ، دي كانت من فترة، قصة إن القانون الروماني لو أنت معاك أسير أنت مسؤول عنه، وزيه بالظبط قضيته عليه 3 سنين، هرب منك أنت بتاخد ال3 سنين،
قضيته قتل، موت حد وعليه هيتقتل وهرب منك، يبقى انت تتقتل مكانه. فده بالظبط كان موقف الجنود، مش عايزين المسؤوليه. طيب هم دلوقتي هنقول لهم اسبحوا لغايه لما توصلوا للجزيره، هتبص تلاقي ده هيسبح وهيهرب وده هيروح في حته وده هيروح في حته وهكذا. فالجنود علشان يشيلوا من عليهم المسؤوليه قال لك لا خلاص، سالوا قائد المئه ممكن نموتهم كلهم اعدام جماعي، حاله اعدام جماعي، ممكن نموتهم كلهم علشان ما يهربوش من الجزيره او يهربوا من الناحيه الثانيه او يختفوا في الجزيره ايا كان يعني. ايه 43، ولكن قائد المئه إذ كان يريد أن يخلص بولس منعهم من هذا الرأي، وأمر أن القادرين على السباحة يرمون أنفسهم أولا فيخرجون إلى البر. قائد المئة هنا كان عايز ينجي القديس بولس، فما وافقش على رأي الجنود ده إنه يقتلوا الأسرى. قائد المئة هنا عاشر القديس بولس بقى من وقت إيه؟ من وقت قيصرية، من وقت ما كان بيسمع الكلام، من وقت ما كان حاضر الحفلة اللي عملها له فيستوس والكلام وأغريباس والكلام ده كله. فعارف وسمع قديس بولس وشاف بعينيه، وشاف بعينيه لما قال لهم لا بلاش نسيب المدينة هنا، المواني الحسنة هنا، السفينة يعني ممكن يحصل خسارة في الأنفس وفي السفينة، شايف كل ده، أحبه شخصيا. فما كانش عايز الموضوع ده، لأن طبعا كان هينطبق على قديس بولس اللي انطبق على بقية الأسرة، وكان هيموت قديس بولس فكان يقتل يعني قديس بولس او يعدموه يعني، فكان ما كانش عايز الرأي ده. هنا برضو نتأمل ونشوف ان بسبب القديس بولس الرسول كل الأسرى خدوا حياة جديدة. يعني لولا القديس بولس موجود، لولا قائد المئة كان محبب عليه طبعا وما لهوش اي حاجة، لما يوم ما يروح روما يقولوا له ده السفينة اتكسرت والناس كانت هتضيع مني وتوه، فانا عملت كده، فما معلوش اي حاجه. لكن الفكره كلها ان الاسرى دول ايا كان عددهم نالوا فرصه جديده، فرصه حياه جديده بسبب وجود شخصيه زي القديس بولس الرسول. صحيح سفر الامثال بيقول برضو حاجه جميله، بيقول ان ارضت الرب طرق انسان جعل حتى اعدائه ايضا يسالمونه، امثال 16 و17. لكن هنا الموضوع بيفوق من مجرد المسالمة. قائد المئة مش كان بيسالم بس القديس بولس الرسول، لا ده كان أكتر من كده، فيها محبة، فيها احترام، فيها اقتناع إن هذا هو رجل الله. فكان الموضوع أكتر من إنه إيه بيسالموه، لأنه تركوا أرضة الله. حتى في قصة يوسف الصديق في العهد القديم نشوف يوسف الصديق في السجن، السجان يوليه على كل المسجونين، يقول له بص بقى أنت بالنسبة لك أنت هنا، أنا هاخد منك التمام بتاع كل المساجين، أنت مسؤول عنهم، فتبقى أنت المسؤول عن كل السجن ده. فنفس الأمر بنشوفه مع القديس بولس الرسول، أن كان هو بقى هو بسببه كان في بركة لكل اللي حواليه في السفينة، سواء سجناء أو ركاب عاديين حتى. الأمر هنا مع قائد المئة كمان ما كانش محبة شخصية للقديس بولس الرسول أو اقتناع بشخصه أو إعجاب به بس، لكن بعض المفسرين بيقولوا كمان انه صعب عليهم انه يفكروا ان القديس بولس الرسول يقضي فتره طويله من غير ما يتكلم عن المسيح ومن غير ما يبشر باسمه، وبالتالي فاكيد اتكلم قائد المئة عن القديس بولس، يعني اتكلم قائد المئة عن المسيح وحكى له الكثير والكثير عنه وعن اللي هو نفسه عمله. يعني يكفي ان ممكن يسال قائد المئة مثلا يقول له انت جبت الخبرات دي كلها منين بتاعت البحر دي، انت مش بحار، انت حكيت لي مثلا انك انت راجل بتاع خيام وكنت بتصنع خيام، جبت منين خبرات البحر دي كلها وان احنا لازم نستنى هنا ما نمشيش، وكان رأيه هو الصح اكتر من رأي البحارة. تخيلوا يعني رأي واحد مسافر عادي يبقى رأيه مور اكيوريت عن رأي قبطان سفينة. ده بالضبط الموقف لو عايزين نفهمه بالموقف الحالي، ده بالضبط كان الموقف. لما قائد المئة يشوف ده، وطبعا على درجه من التعليم، احنا بنتكلم على رومان دي، يعني لو عايزين نفهمها دلوقتي هم اعلى دوله في العالم كله، يعني اعلى دوله في التعليم، اعلى دوله في الدخل، اعلى دوله في الثقافه وهكذا. فقائد المئة ده يعني شخص مفكر متعلم بيلاحظ بيعرف، فبيشوف ان عنده شخصيه بالمنظر ده، بولس الرسول يعني بشخصيه بالمنظر ده، فاكيد
قعد معاه ويسأل معاه ويعرف أسرار الشخصية اللي قدامه ده، ويقول له احكي لي عن نفسك أكتر. حاجات كتيرة طبعا يمكن ما اتذكرتش في الإنجيل، إنما نفهمها إن مش ممكن تعدي هذا الزمن الطويل زي ما الإنجيل قال زمنا طويلا من غير ما القديس بولس الرسول ما يتكلمش عن السيد المسيح. حتى سلوكه، يعني مثلا لو شافوه إنه بيصلي بطريقة معينة كل وقت في الوقت الساعة الثالثة، في وقت الساعة الستة، في وقت الساعة التاسعة، وهكذا، لما يشوفوه مثلا بيصلي بطريقة معينة، لما يشوفوه بيصوم بطريقة معينة، أكيد كل ده هيثير تساؤلات، ويقولوا له كلمنا عن اللي أنت بتعمله أكتر من كده. بالتالي من مصلحة القديس، من مصلحة قائد المئة، إن القديس بولس يفضل على قيد الحياة، يكمل له الحكاية، كمل لي الحكاية اللي أنت بدأتها عن السيد المسيح. كل ده على فكرة من يعني ما تذكرش في الإنجيل، بس بعض المفسرين قالوا إنه منطقي إنه ما يقعدش الفترة دي، مش منطقي إنه يقعد الفترة دي كلها من غير ما يتكلم عن السيد المسيح. وبالتالي كان قائد المئة عنده رغبة إنه يخلي القديس بولس الرسول مش بس محبة، مش بس اقتناع، مش بس احترام، إنما علشان يسمع من القديس بولس الرسول أكتر وأكتر عن هذه الشخصية الفريدة، شخصية السيد المسيح. 44، والباقين بعضهم على ألواح وبعضهم على قطع من السفينة، فهكذا حدث أن الجميع نجوا إلى البر. قائد المئة قال لهم طيب اللي عارف يعوم ينزل يعوم، واللي مش عارف يعوم هنبتدي ناخد حاجات من أساس السفينة، ألواح بقى خشبية، حاجات، كل حاجات مساعدة كده علشان يوصلوا كلهم لغاية البر. ممكن نتأمل هنا إن في ناس في ثواني كان يتطبق عليهم حكم الإعدام. عارفين زي قانون طوارئ؟ قانون طوارئ، احنا في قانون طوارئ دلوقتي إعدام، كله إعدام، احنا في مرحلة غير مسبوقة. وبالتالي يطبقوا الإعدام ومحدش هيسألوا قائد المئة انت عملت ايه. لكن مع كونهم ما لهمش فضل في ان يكون الأسير البار ده القديس بولس معاهم في نفس سفينتهم، ولا مع المسافرين العاديين، ولا طقم البحاره، ما حدش له فضل ان القديس بولس يكون معاهم في طقم في نفس السفينه. لكن من المهم نلاحظ ان دول الناس دي اللي نجت وخلصوا كان ليهم هم انفسهم دور في خلاصهم. يعني ايه؟ يعني صحيح ما انتاش كان ليك دور ان بولس الرسول يركب معاك انت بالذات يا اسير، أو يركب معاك أنت بالذات يا راكب عادي في السفينة عايز تروح لروما، ما كانش ليك دور في ده. ده دور ربنا اللي جابه ده مع ال 275 دول، جاب بولس الرسول ده الواحد ده ضافوا على ال 275 دول علشان يبتدوا، علشان يبقوا 276. يا 275 مالكوش دور في إن بولس الرسول يكون معاك، لكن أنتوا عليكوا دور في خلاص نفوسكم. إمتى بقى؟ لو أنت لو بتعرف تعوم أنت محتاج إنك تعوم. مش وجود بولس الرسول معاك هيخلصك من غير مجهود وانت قاعد رجل على رجل، لا مش هيحصل. لو تعرف تعوم محتاج تعوم وتبذل مجهود لغاية لما توصل للشط، ولو ما تعرفش تعوم محتاج برضو تعوم حتى لو على خشبة. دي بقى محبة ربنا ونعمة ربنا. محبة ربنا حطت بولس الرسول وسط السفينة، بس أرجوك وأرجوكي انتوا عليكم دور علشان توصل لبر الأمان. تعالوا نطبق ده بقى، ده خلصنا، ولو ان المعنى واضح زي الشمس. يعني ان ربنا ممكن يحط في حياتك صحيح ناس بركه، ويحط في حياتك حاجات بركه. حط والدك الشخص البركه ده تتعلم منه، والدتك الشخصيه البركه دي تتعلمي منها، حط اب اعتراف، حط خادم، حط خادمه، ايا كان اللي تحط في طريقك وفي طريقك، لكن حضرتك وحضرتك وضعفي عندنا دور لازم نعمله، سواء بنعرف نعوم أو بنعوم على أي ألواح خشبية واخدينها من السفينة. في جهاد، في دور للجهاد، مش وجود بولس الرسول هيخلصك من غير ما تعمل أي مجهود. وافتكروا الكلام اللي قاله القديس بولس، أو القول الجميل اللي قاله القديس بولس الرسول، الله الذي خلقك بدونك لا يقدر أن يخلصك بدونك. صحيح ربنا خلقك بدونك، مش محتاجك عشان يخلقك، بس ما يقدرش يخلصك من غير الانبوت بتاعك. مش عايز أحطها في برسنتج، بس طبعاً يعني لو قلنا 99.999999 إلى آخر الانفينيتي، يعني يبقى ده دور ربنا، أنت ستيل عليك الـ 0.00000001 دي، عليك دور فيها أنت بالظبط. وافتكروا إن خلاصهم، خلاص الناس كلهم، إنهم عملوا مجهود،
ما استلموهاش على طبق من ذهب، ان بولس الرسول يبقى معاهم. طبعا دي حاجه فوق الـ امكانياتك، ان علشان بولس الرسول انت خدت حياه جديده بسبب ان قائد المئه عايز يخلي بولس الرسول من كلام الانجيل. لكن في نفس الوقت لازم انت كمان يكون لك دور سباحه او مجهود لغايه لما توصل للشط، لغايه لما توصل لخلاص نفسك انت. يبقى الامر الالهي صدر بخلاصك، او يعني امكانيه الخلاص موجوده بس عليك انت دور. الصليب موجود للكل بس عليك انت دور. قائد المئة قال الامر، لا انا مش هقتل اسرى بس عليك انت دور. اعتقد ان الموضوع ممكن يكون ايه كده، يعني مفهوم فاهم. نخش في الاصحاح 28 وهناخد منه شويه صغيره. ولما نجوا وجدوا ان الجزيره تدعى مليطه، مليطه اللي هي مالطا، جزيره مالطا. وزي ما قلت لحضراتكم لو بصينا على الجزيره هنشوف فعلا ان السفينه مشيت كتير قوي، مشيت طلعت من القيصريه، طلعت لفوق للبنان شويه بمحاذاه الساحل مع تركيا، وتحت كريت، قال لك نزلت عند تحت كريت، تحت جزيره كريت، وبعد كده وصلت لجزيره صغيره خالص ما كانتش موجوده اساسا على الماب، بس ما بين روما او ما بين جزيره تابعه لروما اللي هي باليرمو، وتحتها من الناحيه الثانيه ليبيا وتونس. ولما بصيت على الخريطه ابتديت افهم، فاكرين اللي اتكلمنا عليه من مره او من مرتين على الرمال اللي هي الرمال المتحركه، وقعدوا يقولوا ان دي رمال في نورث افريكا، في شمال افريقيا، اللي النوع ده من الرمال. طبعا لذلك كده الصوره توضح لما تحطها جنب بعض، ان هذا النوع من الرمال اللي ممكن يكون موجود ناحيه نواحي ليبيا ونواحي تونس، اللي هو الرمال زي الرمال المتحركه دي اللي سموها السيريتس. طبعا لان جزيره مالطا قريبه خالص لتونس، وقريبه اقرب طبعا بالنسبه لروما لايطاليا يعني. وفعلا اللي يرجع للخريطه زي ما قلت لحضراتكم يلاقي ان تضاريسها فعلا باينه انها زي بحرين كده، حرف بي كده، وبينهم من حرف البي ده زي الجزيره كده، وغالبا هم وقفوا او السفينه زي ما بيقول شططوها عن هذه الامر يعني. فقدم اهلها البرابره، ايه 2، احسانا فقدم اهلها البرابره لنا احسانا غير المعتاد، لانهم اوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من اجل المطر الذي اصابنا ومن اجل البرد. اهلها البرابره مش معناها البرابره البرابره دي، لما يتقال اللفظ البرابره دي او يتقال هذه الفئه من الناس، الجروب من الناس، يروح على طول انهم عاداتهم شكلها ايه وشخصيتهم شكلها والاتيتيود بتاعهم شكله ايه. لكن هنا كل التفسير الحقيقه مش تفسير واحد فسرت ان في هذا الوقت هي مور انتو اللانجوج يعني اللغه، يعني لو ما بيتكلموش يوناني لو ما بيتكلموش لاتيني يبقى بالنسبه لهم هذا الامر كانه برابره، يعني مش مفهوم، مش عارفين ده ايه بالظبط، مش عارفين الناس دول ايه بالظبط. لان اهل جزيره مالطا ما كانوش رومانيين، ما كانوش من روما، بس اطلقوا عليهم كده لانهم لا يتكلموا لا اليونانيه ولا اللاتينيه، لكن ما لهاش علاقه خالص بسلوكهم. سلوكهم رائع زي ما حضراتكم شفتوا كده، وزي ما الانجيل بيقول قدموا لنا احسانا غير معتاد واوقدوا نار وقبلوا جميعنا من اجل المطر الذي اصابنا ومن اجل البرد. قعدوا عندهم فتره 3 شهور، ودي برضو حاجه هنتكلم فيها بعد كده. واجين فكروا حضراتكم في ان احنا بنتكلم على ناس اوقدوا نارا ل 276 واحد، وما بيتكلموش على 5 6 انقذوهم وولعوا لهم نار علشان يتدفوا، لا ده بيتكلموا على عدد كبير من الناس، 276 واحد. في حاجة تانية عايز نلقي الضوء عليها كده ونشوفها، هم الناس دي يعني اللي بيطلقوا عليهم انهم برابرة، كانوا كرمة مع مسافري السفينة وكانوا كرمة مع السجناء. كويس انك تضيف غريب، لكن هتضيفه تفتكر كم يوم؟ هتستضيفه كم يوم؟ دول استضافوهم 3 شهور. علشان كده بقول لحضراتكم دايما من الحاجات الحلوة وإحنا بنقرأ الإنجيل، حط نفسك في الموقف. هل ممكن تستضيف غريب لمدة 3 شهور؟ فترة طويلة. هل ممكن تستضيف مسجون؟ لأن دول ما كانوش ركاب بس وخلاص، لا ده كان من ضمنهم مسجونين وباين في إيديهم القيود وباين في إيديهم الحاجات دي.
ان يعني باين مين المسجون وباين مين الراكب العادي، فهل ممكن تعمل حاجه زي كده؟ صعب صعب طبعا، مش كل الناس تقدر تعمل الكلام ده كله. وهل هتضيف مسجون 3 شهور؟ برضو في حاجات تبين ان الناس دول كانوا فعلا اساسهم حلو، اساسهم طيب، كرمه فعلا، يعني ما ينفعش يتقال عليهم البرابره زي ما اتقال عليهم يعني. لكن النقطه اللي عايز اتكلم فيها برضو ان هم كانوا كرمه مع الناس، صحيح كرمه مع اهل السفينه صحيح، لكن ربنا كمان كان كريم مع اهل هذه السفينه جدا جدا جدا. هنشوف يكفي ان ربنا غير من اتجاه السفينه، بدل ما تطلع على روما انها نزلت لتحت وتاهت علشان توصل للجزيره دي، ربنا له غرض ان يوصلهم لهذه الجزيره، ربنا له غرض علشان اهلها فعلا طيبين، اهلها فعلا ناس كويسين، كانوا محتاجين يشوفوا هذا المثل زي ما هنشوف يعني مع القديس بولس الرسول لما نجيلها. فجمع بولس آية 3، فجمع بولس كثيرة من القضبان وضعوها على النار فخرجت من الحرارة أفعى ونشبت في يده. القديس بولس رغم أن سنه تقريبا 60 سنة لكنه نشيط ومتحرك، وهو خلاص وصل للبر بيجمع بقى حطب علشان عارفين حضراتكم يحطه في النار، والنار تفضل دايما ولع علشان تدفي كل الناس اللي سقعانة واللي طالعة من المية سقعانة. خرج من الحطب خرجت أفعى، المعنى اليوناني يقول انه خرج الافعى دي افعى سامه، ده في المعنى اليوناني، وفي الجنيزه في الانجليزي فايبر. نشبت فاستند، نشبت دي غريبه قوي يعني، فضلت افكر فيها وهتيجي في اي 4 واي 5 هتكلم معاكم عليها. نشبت يعني المعنى فاستند يعني متعلقه في ايديه، ماسكه في ايديه، هي مش افعى قرصت ومشيت او قرصت وجريت، لا ده ماسكه في ايديه. ده يبقى ايه؟ ده يبقى ايه؟ افعى مسكت في ايديه. نتامل فيها يعني. ايه 4، فلما راى البرابره الوحش معلقا في يده قال بعضهم لبعض لابد ان هذا الانسان قاتل لم يدعه العدل يحيى ولو نجا من البحر. للمره الثانيه بنشوفها، فلما راى البرابره الوحش معلقا، ما كانتش عارفين التعبان كده يقرص، حتى لو يعني بنشوفها في التلفزيون هيقرص ويمشي او هيقرص ويتحرك بسرعه ويجري بسرعه. لكن نشبت دي كانت غريبة في آية 3، معلقا بيده غريبة في آية 4. لكن anyway خليها على جنب دي، ولو حد يحب يتأمل فيها ممكن نتأمل فيها في الآخر، خليها على جنب. هنا نلاحظ أن أهل الجزيرة عندهم ضمير، عندهم مفاهيم عن العدل، قال بعضهم لابد أن هذا الإنسان قاتل لم يدعه العدل يحيى، يعني عندهم مفهوم العدل، عارفين العدل، لم يدعه العدل يحيى ولو، وكأنهم عايزين يقولوا لم يدعه عدل الله يحيى ولو نجا من البحر. هم شافوا اللي حصل، ناس طالعة منهكة من البحر ولسه واحد بيجيب حطب، وطلعت من الحطب أفعى، ويمكن علشان الأفعى واخدة لون الحطب واخدة شكل الحطب حاجة زي كده يعني، المهم افتكرها أنها حطب طلعت منه وراحت معلقا في ايديه، مسكت في ايديه. فقالوا على طول لأ ده إنسان ده أكيد في حاجة، معقولة ينجي من البحر وهم قاعدين في البحر قد كده ويجي هنا علشان بعديها بدقايق واحنا بنولع لهم البحر يمسك الوحش في ايديه بالمنظر ده؟ ربما كان عندهم استعداد فطري لل يعني السلوك الحسن، ربما كان عندهم استعداد لما ضافوهم يعني، ربما كان عندهم استعداد فطري انهم يعرفوا عن حاجه اسمها ربنا وحاجه اسمها العدل والكلام ده كله. لكن ده ممكن يكون من الحاجات اللي مهدت لعمل الرحمة اللي ربنا عمله معاهم بعد كده مع أهل الجزيرة دي. 5، فنفض هو الوحش إلى النار ولم يتضرر بشيء رديء. ودي ثالث آية تبين إن التعبان أو الأفعى ماسك في إيد بولس الرسول. يبقى في آية 3 بقول بس بقرأ نشبت في يده، والمعنى الإنجليزي واضح إنها ماسكة في إيديه. آية 4 معلقا بيده، It takes time، لسه متعلق في ايديه. آية 5 نفض الوحش، نفض الوحش يعني ايه؟ انا بنفض حاجة ماسكة فيا، فهو اللي نفضها، هي مش ضربته ونزلت ومشيت، لا ده هو اللي نفض، قديس بولس الرسول نفض الوحش. آية 5، الثلاث معاني دول من الثلاث ايات تدل ان الحية دي كانت زي ما بقول لحضراتكم كده مكلبشة في ايد بولس الرسول، وبالتالي العمل الطبيعي بتاع
الحية إنها تلدغ وتمشي. لكن علشان تتشبث في إيدين بولس الرسول، علشان تفضل معلقة في إيدين بولس الرسول، آية 4، علشان هو اللي ينفضها في آية 5، أكيد يعني نتأمل فيها يعني إن ده شيطان، ده عمل الشيطان. إحنا مش بنقول إن الأفعال هي شيطان بس أنا عايز أقول أربطها ما بين الأفعال اللي كانت مع حواء، التعبان اللي كان مع حواء، وكان برضو اتربط معاها إن هي الشيطان، والشيطان كلمها من خلال الحية. شيطان متغاظ من القديس بولس الرسول، عمل الطبيعي للحية إنها بتلدغ وتمشي، إنما علشان تمسك وتفضل ماسكة ده حاجة بقى واحد متغاظ من الكرازة اللي بيعملها بولس الرسول، متغاظ من شخصية بولس الرسول اللي بيربح على كل حال قومه، متغاظ من أهو برضو عدو ده، أنا كنت كان نفسي أهلك ناس، بيفرح لما يهلك ناس، لكن أهو كل الناس يعني عدت بسلام، 276 واحد وصلوا للشاطئ، بيفرح لكده. فاكرين معجزات السيد المسيح لما كان بيخرج الشياطين؟ يبقى عايز يهلك الإنسان، والسيد المسيح ما يسمحش، يقول له لا أنت ما تخرجش، ده أنت عايز تخرج اخرج في الخنازير. يعني أقصد إيه؟ هو عايز يدمر ويهلك، حتى لو كانت على مستوى سفينة 276 فيهم ممكن يهلكوا، عايز كده، يحب ده. فلما لقى أن العملية كلهم طارت منه وما فيش أي حد هلك ولا أي حاجة، فممكن يكون دي برضو حرب من حروب الشيطان. يقال برضو بعض التفسير قالت كده، قريتها في تفسير من التفسير، قالت إن القديس بولس لعن الحية، وعلشان كده الناس بتربط ما بين لعن الحية ولعن وربنا لما لعن الحية، وعلشان كده جزيرة مالطا تاريخيا ولو بصيتوا عليها تقولوا ان جزيرة مالطا خالية من التعابين، ما فيهاش تعابين. قريت الموضوع ده في احد التفاسير، وبيرجعوه ان ده نتيجة ان القديس بولس لعن الحي، الله اعلم طبعا، بس دي واحدة من التفاسير. انا بحاول اجيب لكم كل الحاجات اللي بتتقال اللي تبقى تصير مهمة يعني علشان تبقى في ذهنكم. آية 6، واما هم فكانوا ينتظرون انه هم اللي هم مين؟ اللي هم أهل جزيرة مالطا، مش عايز أقول عليهم برابرة علشان فأما هم فكانوا ينتظرون أنه عتيد أن ينتفخ أو يسقط بغتة ميتا، فإذا انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم يعرض له شيء مضر تغيروا وقالوا هو إله. أهل المدينة رقبوا الوضع شكله إيه، ويبدو أن دي أحد الأسباب اللي عارفين أن ده الأفعى سامنة. يعني جابوا منين أنهم عندهم خبرة أنه هينتفخ او هيقع مره واحده؟ لقوا، عارفوا منين الموضوع ده؟ الا اذا كان عندهم خبره. ففعلا الافعى سامه، لان احد الحاجات كانوا بيقولوا ما يمكن الافعى مش سامه، لا الافعى طبعا سامه، بدليل انهم عارفين وعارفين اكسبيرينس ان قرصه التعبان ممكن توصل لانتفاخ الجسم، ينتفخ او يقع مره واحده، وهو ده اللي ذكره الانجيل، عتيد ان ينتفخ او يسقط بغتة مفاجأة ميت، يبان ان هو هيز اكتف وبيتكلم وعادي، اول اوف ذا سادن كده تلاقيه وقع. النقطة المهمة هنا ما تحكمش على المظهر، درس متكرر الكنيسة والانجيل دايما يقولوا لنا، عهد قديم يقوله لنا، عهد جديد يقوله لنا، ما تحكمش على المنظر خالص، وبرضه ما بنعرفش نستوعبه ويتكرر تاني ونقع فيه تاني، لكن درس مهم، مجرد ان الكتاب المقدس يكرره لنا اكتر من مره معناه انه درس مهم، ويا ريت ان احنا نستوعبه. شافوه جاي من البحر، وشافوه واقف ماسك في ايديه التعبان، ماسك في ايديه، فحكموا عليه، بس ما تحكمش على المظهر. ده اللي انتوا حكمتوا عليه ده ابر واحد في السفينه كلها، اللي انتوا حكمتوا عليه ده هو اللي هيعمل معاكوا عجايب زي ما هو جاي دلوقتي. وكان في ما حول ذلك الموضع، الاريا اللي حوالين الارض اللي حوالين ذلك الموضع، وكان في ما حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيره الذي اسمه بوبوليوس. مقدم الجزيره، التفسير قالت انه حاكم الجزيره، وممكن يكون شخص عظيم الجزيره، شخص ثري،
عنده يعني له قيمة كبيرة أو له ثروة كبيرة. لكن التفاسير برضو قالت إن مقدم الجزيرة دي لفظ تاريخي، لأن لقوا في آثار اتقال فيها مقدم الجزيرة، وكان ده حاجة خاصة بس بجزيرة مالطا، إن يطلق على الحاكم مقدم الجزيرة. ده طبعا في حاجات قديمة. ضياع يعني الأراضي اللي حوالين المكان، ضياع. الراجل ده استضافهم 3 أيام. إيه اللي حصل بقى؟ فحدث آية 8، فحدث أن أبا بوبوليوس كان مضطجعا معترى بحمى وسجح، فدخل إليه بولس وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. حمى وسجح دول إيه؟ حمى اللي هي الحرارة، سجح اللي هو إسهال شديد أو ديزنتريا. ولو قريتوا حضراتكم المعنى بالإنجليش تلاقوا في الآية كده، في الآية 8 جاية ديزنتري، DYSENTERY اللي هي الديزنتريا. وتلاحظوا المفسرين، كل ده كلام المفسرين، ان التعبير الطبي ده استخدمه مين؟ استخدمه لقى الطبيب، علشان كده ادانا التعبير الطبي او الشرح الطبي لهذا المرض ديزنتري. ما قالش يعني ان مجرد عنده اسهال وخلاص، لا، اي واحد عادي مش ما هواش في الميديكال فيلد ممكن يقول كده، بس قديس لقى علشان له الباك جراوند بتاعت الطبيه فقال المرض بالظبط. قديس بولس الرسول دخل صلى له، حط ايده عليه فشفاه، اللي هو مين؟ والد بوبوليوس ده. وده بالظبط اللي شبه اللي حصل، او المفسرين قالوا كده يعني، ان ده شبه اللي حصل مع السيد المسيح لما دخل بيت بطرس وشفاه له حماته، وجه بعد كده ده انجيل غروب، جه ناس كتير وابتدى يحط ايديه على كل واحد منهم فيشفيهم، لان دي بالظبط اللي حصلت مع القديس بولس الرسول برضه في آية 9. فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم امراض في الجزيره ياتون ويشفون. يبقى هم شافوا الاول ايه اللي حصل لوالد بوبوليوس، وازاي القديس بولس الرسول حط ايده عليه وصلى له وشفاه، فابتدوا بقى يجيبوا كل المرضى اللي في الجزيره كلها، لان الخبر انتشر وهي جزيره صغيره يعني، فالخبر انتشر وابتدى كل الناس اللي عيانين يجيبوهم لهذا الشخص الغريب اللي كنا فاكرينه خاطي وطلع تحولنا وقلنا انه هو اله لانه عاش حتى بعد ارصفه التعبان. نرجع لنقطة كرم ربنا. كرم من ربنا بقى إنه هو جاب لهم القديس بولس الرسول يعمل معاهم هذه الأعمال ويشوفوا حد مختلف، علشان يفضل جواهم السؤال، هل هذا الشخص ده إيه الشخص الغريب ده؟ ويبتدي يمهد سواء عن طريق بولس الرسول أو عن طريق غيره بعد كده إنهم يقبلوا الإيمان. مفيش حاجة، المفسرين قالوا كده، مفيش حاجة تدل على إن القديس بولس الرسول كرز، بس طبعا صعب ان احنا نعرف ان هو قعد 3 شهور اللي هي فتره الشتاء. طبعا احنا قلنا انه سافر في فتره باوائل الشتاء، يعني بنتكلم دلوقتي احنا مثلا من ديسمبر لمارس مثلا حاجه زي كده، او ديسمبر يناير فبراير حاجه زي كده. صعب انه يقعد كل الفتره دي من غير ما يكلمه مع المسيح ده، على الاقل على الاقل هيقولوا له طب انت شفيته ازاي، طب انت لما صليت قلت ايه، طلبت من مين، طب كلمت ايه، طب ايه ايديك دي اللي تتحط على حاجه تشفى. فصعب كلام المفسرين انه صعب ان هو قديس بولس الرسول قعد هذه الفتره من غير ما يكلمهم، بس في نفس الوقت ما تذكرش ان حد امن. هل لان الهدف رايح ان انا رايح لروما ورايح لقيصر، ولا اللي هم لسه كانوا ما امنوش anyway. حتى لو ما كانوش امنوا فكانت دي كرم من ربنا ليهم انه يديهم التمهيد، وكانه زي يوحنا المعمدان كده، يوحنا المعمدان بعت التمهيد او جيب التمهيد قدام السيد المسيح فرسالته، وكأن قديس بولس الرسول كان هذا التمهيد لهذه الجزيرة، حتى لو ما أمنوش في وقتها أنهم يأمنوا فيما بعد من كرازات تانية ومن زيارات تانية. آية 10، فأكرمنا هؤلاء إكرامات كثيرة، ولما أقلعنا زودنا بما يحتاجوا إليه. بعد كل معجزات الشفاء دي طبعا الكل أكرم القديس بولس إكرام كبير جدا، أكرموه وقعدوا معاهم 3 شهور. وحاجة من الحاجات قالوا إحنا مش عارفين إنه هل بولس بس أو أصدقائه اللي دخلوا عند بوليس ده الحاكم ده، ولا هو اللي استضافهم في الضياع اللي عنده دي، بقى استضاف ال 276 دول ال3 شهور. قعدوا عندهم 3 شهور، وهم ماشيين كمان ادوهم مؤونة زوادة، ممكن تكون بقى أكل، ممكن تكون ملابس، ممكن تكون أي حاجة، لكن أكرمنا هؤلاء إكرامات كثيرة، ولما أقلعنا كمان زودونا
بما زودنا بما يحتاج إليه لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. آمين. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد. آمين. نشكرك يا إله، نشكرك يا إلهنا الصالح على نعم الكلام الموجود في الإنجيل اللي بيشبع نفوسنا وبيملانا نعمة وبيقدس أفكارنا وبيقربنا منك. كلامك بيبقى فيه غذاء وشبع روحي ونفسي، ونعمة من عند ربنا إن احنا لقينا الإنجيل ده موجود، وإن في زي أبهاتنا اللي بيقعدوا يشجعونا إن احنا نقرأ الكلام ده ونفهمه. عميق كلامك في محبة موجودة بتبقى مش واضحة إلا اللي بيقراها وبيقراها بعمق ويقعد يقرأ ويبحث فيها. كل كلمة تعني ليها معنى، يعني يرتبط بحياتنا، رسالة عايز توصلها لنا. مش كلنا بنبقى واخدين نفس الرسالة، لكن كل واحد فينا ليه رسالة في الكلمة اللي احنا بنقراها. نشكرك عليها، ونشكرك على الكتاب اللي في ايدينا، وعلى الناس اللي وصلوا لنا هذا الكتاب لحد ايدينا، على الكنيسة المفتوحة لينا، على أبهاتنا اللي بيعلمونا، على المحبة اللي موجودة في وسطينا كلنا، على تجميعنا حوالين كلمتك يا رب. دايما يا رب كتابك مفتوح في بيوتنا، ودايما كنيستك مفتوحة وأبوابها مفتوحة للجميع. نشكرك على نعم محبتك لينا إلى الأبد. آمين. أمين. إلهنا الصالح الحنون، اسمع يا ربي واستجيب يا ربي لإخوتي شفاعة من نور عذراء مريم ولجلين في إبراهيم بتكلى. بركة شفاعة هذه الأيام المباركة المقدسة، اسمعنا عن دعاء شكر القائلين يا أبانا الذي في السماوات. الآن محبة الله الآب نعمة الوحيد ربنا ولنا الخلص المسيح شركة محبة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون معكم.